صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: زوجتي تستخدم مانعا للحمل وهو عبارة عن لصق تضعه على كتفها ويجب ألا تنزعه طيل مدة استخدامه، فإذا كان هذا اللصق يمنع الماء عند الغسل فهل يجوز استعماله؟ أولا منع الحمل فيه تفصيل، وش السبب منع الحمل؟ ما يجوز منع الحمل إلا لسبب شرعي بفتوى من أهل العلم هو تلاعب بالحمل. وأما اللصوق إذا كان على جرح أو كسر أو شيء محتاج إليه فيمسح عليه، أما إذا كان لغير ذلك فلا يمسح عليه. نعم.